سلام لبنان، شو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم ان شاء الله رح احكي لكم على افكار تنظيميه لشهر رمضان. رمضان على الابواب، ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل، وان شاء الله تصوموه بالصحه والخير والعافيه، وان شاء الله نحقوا الاهداف نتاعنا الكل في الشهر الفضيل. انا من العباد اللي في شهر رمضان حياتي تتبلبز شويه من ناحيه الوقت، اني ما نجمش نتحكم في الوقت نتاعي في 24 ساعه كيما يلزم باش نستفاد منها لو ماكسيموم. هذاك علاش في الفيديو هذايا باش نعطيكم شويه نصايح كيفاش نجمو نتحكموا بالوقت، كيفاش نجمو نستغلو، كيفاش نجمو نعملو الاهداف نتاعنا الكل في الشهر الفضيل. الحاجات المهمه والمساعده لتنظيم الوقت في خلال شهر رمضان اللي هي تنظيم الافكار نتاعنا، ولا تنظيم المقاصد والاهداف اللي نحبوا نوصلها قبل لا يبدا شهر رمضان. ماذا بينا كل واحد يجبد البلانر ولا النوت بوك ولا الورقه ولا اللي هو، المهم حاجه تبدا ديما موجوده قدام عينيه ويكتب فيها الاهداف ولا المقاصد اللي يحب يحققها في شهر رمضان. مثال، يحب يعمل نسخه متاع قران، يحب يحافظ على صلاه الصبح، صلاه الفجر، يصلي صلوات في وقتهم، يحافظ على صلاه التهجد، ما نعرفش كل واحد شنو يحب يعمل. المفيد تكتبوهم كلهم في قائمه قدامكم هكاك، لا شعوريا تنظم الافكار في بالكم وانتم تطبقوا ديما تشوفوها وهكاك تركزوا عليها اكثر. النقطه الثانيه هي تخصيص وقت للعباده. فما عبادات معروف وقتها شنيا كيف اوقات الصلاه، فما عبادات مثال كيف قراءه القران يلزمها وقت مخصص. يعني انا نجي في 24 ساعه نتاعي نقسمهم قداش من ساعه للنوم، عندي الخدمه نتاعي وقتاش قداش تهزني من وقت، عندي مسؤولياتي في الدار ونخصص مثال زوز ثلاثة ساعة نص ساعة قد ما أنا نحب قد وأنا إمكانياتي، هذاك الوقت مخصص للعبادة من كذا لكذا، نتفرغ من كل شيء ونشد للوقت هذاك كان للعبادة. النقطة الثالثة هي الأهداف الواضحة. نعرفوا أن الناس الكل نحبوا نستفادوا ونحبوا نستغلوا شهر رمضان في أكثر حاجات نجم نعملوهم، أما يلزم تكون أهداف واضحة، تكون أهداف باينة قدامنا باش هكاكا ما نضيعوش الوقت وما نعملوا حتى شيء. نجي نشد الهدف نتاعي لازم يكون هدف في حدود إمكانياتي، يكون هدف ينجم يتحقق ويكون هدف معقول وواضح ومدروس ونركز عليه باش نجم نحققه. تخصيص باش نعطيها لكم تبيكه اللي هي الاوتو بلانر ولا منتال بلانر، اللي هي حاجه نعملها انا كيف نفيق، اللي هو نتخيل نهاري كيفاش باش يكون، نقسم نهاري في مخي كيفاش باش نكون باش يكون تقريبا، يعني نحط الحاجات ولا نعدد الحاجات اللي باش نعملهم على طول النهار، باش هكاك وقت اللي نبدا نخدم في الحاجات نتاعي في النهار نبدا نكون مستعده للحاجه اللي بعدها، ولا نفكر روحي اني عندي حاجه اخرى من بعد باش نزرع في الحاجه اللي انا نعمل فيها تويكه. حاجة مفيدة برشا أنا نبدو نهارنا بكري، يعني نستغلوا ساعات الفجر على خاطر يبدأ وقتها المخ ونبدأ مرتاحين وناشطين، وعلى خاطر ساعات الفجر فيها برشا بركة. لازم زادا نستغلوا شهر رمضان والوقت في شهر رمضان في العبادة مع العائلة. فما صغيرات في العائلة يبدو صغار تاع 3 سنين، عامين، 4 سنين، نعودوهم على الصلاة، نعودوهم على العبادة خاطر شهر رمضان فرصة للحاجات هذية، وإلا حتى الصغيرات اللي هما يلزمهم يبدو يصلوا يكون شهر رمضان بداية تحفونة ليهم. نعرف برشا عباد يعملوا في حاجة ياسر مزيانة اللي هي شهر رمضان يكون فرصة أكثر من بقيت العام باش يحفظوا صور قرآنية جديدة، وإلا باش يطمعنوا أكثر في السيرة وإلا في القرآن بحكم البرامج الدينية اللي تتعرض في شهر رمضان، وبحكم أجواء العبادة كلها في رمضان تخلي العبد يتشجع أكثر باش يعمل الخطوات هذيا. باش نضمنوا نحققوا الهدف وإلا المقصد نتاعنا ماذا بينا نبعدوا على التشويش. إيش معناتها؟ يعني نعطوا كل هدف وإلا كل مقصد الوقت نتاعه والجهد نتاعه، نعطوه حقه باش نجموا نقدوه بالباهي. بالنسبة للعباد المدمنة على السوشيال ميديا، رمضان فرصة مناسبة برشا باش تعالجوا من الإدمان نتاعكم، على خاطر رمضان هو شهر عبادة ماهوش شهر باش نتلهو فيه بحاجات أخرى. يعني نقصوا قدر الإمكان من الساعات اللي نعملوها على الانستغرام وتويتر والفيسبوك واليوتيوب وهلو مجال، ونتلهو بالعبادات نتاعنا، نتلهو بالعلاقات الأسرية والعائلية، نعملوا زيارات للعائلة، زيارات للأصحاب، نعملوا احتكاك بعباد موجودين بالحق. أهم نصيحة وهي أهم نصيحة، من غير طاقة ومن غير صحة ما نجموش نحققوا حتى هدف في شهر رمضان، وما نجموش نأدوا الواجبات نتاعنا بشكل باهي في شهر رمضان. هذاك علاش لازمنا نتبعوا عادات صحية في الإفطار وفي الصيام، نعملوا تنظيم وقت باهي يتوالم مع صحتنا، ما نغفلوش على شرب الماء، وزادة نمارسوا الرياضة. إن شاء الله النصائح كانت مفيدة لبنات، وإن شاء الله استفدتوا منها، ونتمنى أنكم تبدوا تطبقوا فيها حتى كان مش
كل الحاجات اللي انتم حسيتوها تتوالم معاكم تتوالم مع احتياجاتكم في شهر رمضان. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك. مثال تابعوني بعد شهر رمضان باش ما تتلهوش برشا بالسوشيال ميديا. انا خليكم تابعيكم ونقول لكم بسلامة وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديدة. اي نوبليي با لي في فوز اتري بال وان شاء الله رمضانكم مبروك مرة اخرى.